الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم بشرح الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين، الباب 13 من الكتاب 38، كتاب اللباس والزينة، باب في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم. يبقى خاتم يختم به رسائله إلى حكام عصره ليخبرهم أنه ما كانوا ينتظرونه بمقتضى الكتب السابقة قد ظهر، فأتوا لتنصروني فإنكم كنتم تنتظرون بعثتي. وكأنه يخبرهم بمجيئه الذي علموه بمقتضى ما آمنوا به من الكتب السابقة صلى الله عليه وآله وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاه الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث الأول بعد 605، قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. محمد بن جعفر براوي شعبة اسمه غندر، ساعات يقول لك غندر وساعات يقول محمد بن جعفر، هو قال حدثنا شعبة، وده شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث في عصره، لقب بذلك في عصره من كثرة علمه بالحديث. قالوا حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، قال فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقشه محمد رسول الله. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم، فقيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما من فضة قال كأني أنظر إلى بياضه في يده، والبياض المقصود لمعانه، عشان كده يقول وبيصه في رواية وبيصه، والوبيص هو لمعان البياض يعني فضة لامعة يعني. وعن أبي قال حدثنا نصر ابن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقة فضة ونقش فيه محمد رسول الله. باب في طرح الخواتم. طرح الخواتم يعني إلقائها وعدم لبسها، والمقصود هو الذهب، يبقى خاتم الذهب يطرح فلا يلبس، أما الفضة فيجوز. طب والحديد فيه خلاف، والراجح أنه مكروه وإن كان لبسه سيدنا عبد الله بن مسعود. يبقى خاتم الفضة جائز للرجل، وخاتم الذهب والحلي الذهب للرجل حرام بالإجماع، وهي حرام من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من علامة الكبيرة أن النبي ينهى عن شيء ويحذر أنه عقوبته النار، فدل على أنه
من الكبائر، لأنه لو كان من الصغائر فيكفر بالصلاة وبالصيام وبالصدقة وبالجمعة للجمعة وغير ذلك. أما إن كان عقوبته النار فدل على أنه من الكبائر ولا يكفر إلا بالتوبة والامتناع عنه. أما خاتم الذهب ففيه خلاف، هل هو مكروه ولا مباح؟ بعض الصحابة ذهب إلى إباحته كسيدنا أبو بكر الحديد، ذهب عبد الله بن مسعود إلى جوازه، بدليل أن النبي لما جاءه رجل يريد أن يتزوج قال التمس له خاتما ولو من حديد، فاستدلوا على إباحته. وبعضهم قال أنه للكراهة لأن النبي قال الحديد ثياب أهل النار، فاستدلوا على أنه فيه نوع كراهة. باب في طرح الخواتم. وعن أبي قال حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، قال فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. ظاهر هذا الحديث أن النبي طرح خاتم الفضة، ولكن يبدو أن هذا الحديث فيه نوع اختصار أدى إلى نوع من الوهم، فظن الناس من هذه الرواية أنه طرح خاتم الفضة، ولكن يبدو أن النبي لما لبس خاتما من ذهب أولا فنهي عن الذهب، فاصطنع خاتما من فضة وطرحه، هنا تعود على خاتم الذهب لا تعود على خاتم الفضة حتى تصح الرواية فلا تخالف غيره. وقالوا أن الوهم في الرواية أو الاختصار المخل في الرواية ربما نسب إلى سيدنا الإمام الزهري، أراد أن يختصر فأوهم معنى غير المراد، يبقى فطرح النبي خاتمه أي الذهب وهو غير مذكور في هذه الرواية للاختصار الموهم بإيه؟ بأن الضمير يعود على خاتم الفضة، فليس كل اختصار صحيح، لابد أن يكون الاختصار لا يؤدي إلى الوهم في معنى خطأ. وعن أبي قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ابن شهاب، ابن شهاب هو الإمام الزهري محمد بن شهاب، ويبدو أن الوهم في الرواية جاء من جهته، أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اضطربوا الخواتم يعني أكثروا من استعمالها، اضطربوا الخواتم من ورق فلبسوها، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه أي الذهب، فطرح الناس خواتمهم. بهذا التأويل تصح الرواية، بغير هذا التأويل الرواية فيها وهم يوهم أنه طرح الخاتم الذي من فضة، وهذا على خلاف المراد. وعن أبي قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. باب في خاتم الورق فصه حبشي، يعني يجوز انك انت تدخل شيء على الفضة فيدخل عليه مثلا ايه فص حبشي يعني اسود، فص حبشي يعني ايه اسود، لان الحبشي بيبقى لونه اسود، ففص اسود لون اسود مع الفضة كده يبقى شكله جميل، يبقى خاتم كده شكله جميل اسود مع ايه مع فضة حاجة جميلة جدا، يبقى يجوز التجمل ومراعاة تناسب الالوان، كل ده جائز في السنة. والنبي برضو ايه استعمل فصوص اخرى من عقيق وغيره صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس عن ابن يزيد، يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشي، يعني يبقى ده خاتم غير خاتم ايه الرسائل، لان خاتم الرسائل الفصه منه يعني من جنس الفضه عشان عليه الختم،
يبقى كأن النبي كان عنده خاتم يختم به الرسائل وخاتم آخر يلبسه للزينة. فصل وحبشي. وعن أبي قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى وهو الأنصاري ثم الزراقي عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كأن كان يجعل فصه مما يلي كفه حتى يحفظ الفص، فكان يجعل فصه مما يلي كفه ولبسه في يمينه لا على سبيل أنها الأفضل ولكن على سبيل جواز أن تلبس في اليمين أو اليسار. والنبي لم يكن له مهنة يمتهن بها ويعمل في يده في الأرض وغيرها، فله أن يلبسه في اليمين لأن اليمين هي أولى بالزينة. أما من كانت له مهنة يمتهن بها فلو لبسه في يده التي يشتغل بها قد يؤذيه ويؤذي الخاتم، فيبقى في الحالة دي في اليسار الأفضل. وعن أبي قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن أبي بويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد مثل حديث طلحة بن يحيى. باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد. أصابع اليد معروف الإبهام اللي هو الإصبع الكبير في اليد اسمه الإبهام، وبعدين السبابة، والسبابة في اليمنى تسمى الموحدة لأن الإنسان يشير بها إشارة التوحيد في أثناء التشهد. يبقى عندنا الإبهام والسبابة، سبابة اليمنى ليها اسم تاني الموحدة، لكن اليسرى ما لهاش اسم تاني غير إيه؟ السبابة. يعني لو واحد قطعت يده اليمنى ويصلي فلا يشير بسبابة اليسرى في التشهد. واضح؟ الإشارة تكون بالسبابة اليمنى فقط، فإن شلت اليمنى لا يشير باليسرى. وأيضا لا يشير بسبابتيه، هذا خطأ يقع فيه كثير من العوام خصوصا الأطفال، أطفال المسلمين ويقعد كده يصلي يعمل إيد الاثنين الطفل، فدي حركة أطفال. ننبههم بقى، ننبه الطفل نعلمه. أحيانا يشب على هذا ويكبر دون أن ينبهه أحد، فتلاقيه كبير وقاعد برضه يشير بصوابعه الاثنين، فتنبهه. فالإشارة لا تكون إلا بسبابة اليمنى ولذا تسمى الموحدة. بعدها الوسطى، الذي يلي السبابة اسمه الوسطى لأنه الأوسط بين الأصابع الخمسة سمى الوسطى، وبعد كده البنصر ثم الخنصر. فالخنصر هو الأصبع اللي احنا نسميه المصريين يقول لك الصباع الصغير لأنه إيه أصغر من إيه من الإبهام، يسموه الصباع الصغير وهو أكثرها أكثر أصابع اليد. النبي كان يلبس الخاتم في ايه؟ في الخنصر لانه على طرف اليد فلا يؤذي اليد ولا يمنعها من تناول الاشياء. لما يبقى على اقصى طرف اليد يقوم ما يؤذيش اليد عند تناول الاشياء. واضح؟ فالنبي كان يلبسه على الخنصر لانه متطرف. لكن يجوز ان تلبسه في ايه؟ في البنصر ايضا. وده المشهور عند ايه المصريين يحبوا يلبسوا الخاتم في البنصر اللي هو البدوة. النبي نهى عن عن التختم في السبابة والتي تليها، في الوسطى والتي تليها، في الوسطى والتي تليها اللي هو ايه ادي الوسطى، وفهم والتي تليها اللي هي السبابة. وبعض العلماء قالوا التي تليها يبقى السبابة والايه والبنصر، ولكن الراجح من حيث العمل أنه المقصود السبابة الوسطى والتي تليها، يقصد إيه؟ يقصد اللي هو الموحدة أو السبابة في اليد اليسرى. هذا التفصيل خاص بالرجال دون النساء، أما النساء فلها أن تتختم في الأصابع كلها، تلبس في كل إصبع خاتم، لأن المرأة من طبيعتها الزينة. إنما ما يجيش راجل كده لابس لي خمس خواتم في الخمس طوابع، كده تشبه بالنساء ما يصحش. فإن قصد به التشبه كان كبيرا، وإن لم يقصد التشبه يبقى خطأ نعلمه. واضح؟ وعن أبي قال: حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
عبد الرحمن بن مهدي ده هو اللي أرسل للإمام الشافعي يكتب له كتاب عن القرآن وحجية خبر الواحد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. فالإمام الشافعي كتب له كتاب سماه الرسالة لأنه أرسله إليه، فسموه الرسالة ليه؟ لأنه أرسله إليه. ده عبد الرحمن بن مهدي، وكان أكبر من الإمام الشافعي، يعني كان من سن آباء الإمام الشافعي. عبد الرحمن والإمام الشافعي كان بالنسبة له من سن أبنائه، عنده حاجة و30 سنة، عبد الرحمن بن مهدي كان إيه؟ جاوز ال50 وقرب من ال60. يعني شوف الإمام الشافعي كان سابق عصره، طبقة مشايخه بتتعلم منه. فهمت بقى؟ فأرسل إليه كتاب الرسالة وهو مطبوع. كتاب الرسالة مطبوع ونرجو إن كل واحد يقرأه، حتى ولو لم يكن مذهبه شافعي. ليه بقى؟ لأنه بيعلمك كيفية الفهم الصحيح وكيف تولد علم أصول الفقه في ذهن الإمام الشافعي، ولده في هذا الكتاب. لم يكن معروفا قبل ذلك. حتى إن عبد الرحمن بن مهدي لما قرأه أعجب به أيام إعجاب، وكان في العراق عبد الرحمن بن مهدي. فأعجب به أيام إعجاب فأرسله إلى يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد بن حنبل، بقى يفرجوا على الناس كلها. فكل الناس، حتى إن سيدنا يحيى بن معين وكذا سيدنا الإمام أحمد بن حنبل كانوا يقولون منذ 40 عاما كنا ندعو لأنفسنا ووالدينا والإمام والشافعي. من إيه؟ من كثرة امتنانهم أنه فتح لهم مغاليق العلوم. حتى إن الإمام أحمد بن حنبل كان يقول كان علم الحديث رواية مغلقا حتى جاء الشافعي ففتحه، لأن في روايات في ظاهرها تعارض، فكانوا يروونه مش عارفين يحلوا التعارض، فكان التعارض مغلق بالنسبة لهم، حتى جاء الإمام الشافعي فحل لهم إشكال التعارض الظاهر في الروايات وكيفية الترجيح والتوفيق رضي الله عنه جميعا. فكل ما تقرأ عبد الرحمن ايه ابن مهدي تفتكر الرساله بتاع الامام الشافعي على طول كده، يبقى عندك كده ايه ارتباطات ببعضها مهمه الحكايه. وكان يقول ما صليت صلاه الا ودعوت للشافعي، كان يقول كده منذ ان قرات الرساله. الامام الشافعي بعد ما رجع بقى راح مصر كتب الرساله دي عند مجيئه من العراق في اول مره، كتبها في الحجاز وبعتها له مع واحد اسمه الحارث، سموه الحارس النقال عشان نقل الرسالة فسموه الحارس النقال للإمام عبد الرحمن المهدي في العراق. لما الإمام الشافعي راح مصر في آخر عمره، وصل مصر سنة 2000 هجرية 200 هجرية وقيل 199، فيبدو أن آخر سنة 199، لأن الإمام الربيع بن سليمان المرادي قال أنه وصل في 200 من الهجرة، والإمام المزني قال 199، فيبدو أن هي يعني في أواخر 199. قعد 4 سنين وتوفي في مصر. أعاد كتاب الرسالة مرة أخرى في مصر. ليه؟ لأنه اتضح له أمور أخرى فأراد أن يضيف إليها إضافات. فالرسالة كتبه مرتين، كتبه مرة في الحجاز ثم كتبه وأعاد كتابته مرة أخرى في مصر. وعشان كده الإمام أحمد بن حنبل كان يوصي تلامذته عليك برسالة الإمام الشافعي المصرية ولا تقرأ الحجازي، لأن فيها علم زائد، وكان يوصي أبنائه بهذا. الرسالة المطبوعة هي الرسالة اللي كتبها في مصر، فهمت؟ زي اللي مطبوعة حاليا وتباع في الأسواق، هي الرسالة التي كتبها في مصر وهي آخر ما كتبه الإمام الشافعي. فبرجاء كل واحد يروح يشتري كتاب الرسالة ويقرا فيه كل يوم 3-4 صفحات لحد ما يخلصه، بعد ما يخلصه يقرا تاني، وبعد ما يخلصه تاني يقرا تالت، لانه كتاب مركز مش هتجيب منه المعلومات من اول مره. الامام المزني يقول شرحت رساله الشافعي 50 مرة للتلامذه وكل مره اخرج منها بعلم جديد. ده الامام المزني، وكل مره يلتفت لعلم جديد. فدي من الكتب التي لا تقرا مره بل تدرس عده مرات، لأنها علم مكدس في كلمات معدودة. فهمت بقى؟ وبعدين تتعلم لباقة الإمام الشافعي، كيف يبرز العلوم في صيغة سهلة. تتعلم إزاي لما تيجي تكتب علم ثم تكتبه في صيغة رائقة سهلة منمقة لا تلتبس. وله شروح، بس أنا مش عارف بالمطبوع منه إيه، لكن هو مش محتاج شروح، أنت ما تقرأه كتير تلاقيه اتشرح.
هو نفسه شارح نفسه. يبقى عبد الرحمن بن مهدي فكرنا بايه؟ بالرساله بتاع الامام الشافعي، وكان معاصرا له. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه واشار الى الخنصر من يده اليسرى. الله، مره يقول لك في اليمنى، مره يقول لك في اليسرى. فدل على ان النبي احيانا يلبسه هنا واحيانا يلبسه هنا، فدل على الجواز. واضح؟ والله تعالى اعلى واعلم. طب نقرا بقى، نخلص موضوع الخواتم النهارده. وبكره ننتعي بقى. نتكلم في موضوع الانتعال. هو فضل لنا باب واحد في الخواتم. باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها. وعن ابي قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب جميعا عن ابن ادريس، واللفظ لابي كريب قال حدثنا ابن ادريس قال سمعت عاصم بن كليب عن ابي برده عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه وعليه السلام قال: نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان اجعل خاتمي في هذه او التي تليها. لم يدر عاصم في اي الثنتين، ونهاني عن لبس القسي، اشار يعني قال لي في هذه والتي تليها، واشار كده سبحانه. ونهاني عن لبس القسي، وهو نوع من الحرير الغليظ منسوب الى قس مدينه في مصر، كانت ايه على ساحل البحر المتوسط جنب مدينه راس البر كده تبع دمياط، وكانت مشهوره بصناعه ايه الحرير. ويبدو ان هذه المدينه اندثرت لانها تاكلت، زي مدينه تنيس اللي كان فيها عبد الله بن التنيسي راوي الامام البخاري. تنيس دي كانت بجنبها جنب قس. ويبدو ايضا ان ساحل البحر نحرها فانتهت بمرور السنين. ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر. وقلنا المياثر هو عباره عن مفرش يوضع على السرج الذي يوضع على الفرس او على الرحل، وكان يصنع من حرير ارجوان احمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لان ده عاده العجم والمتكبرين، دي المياثر. وعشان كده قال لك مياثر الارجوان، الارجوان يعني الحمراء، فليس المخصوص هو اللون فقط بل اللون والقماش الا يكون من حرير. قال: فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا، وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف، جمع قطيفة يعني، كالقطائف الأرجوان يعني الحمراء، يعني مفرش كده يحطوه النساء يعني علشان تزين لزوجها الركوبة بتاعته، فلا تكون من حرير. فنهى النبي ان تكون من حرير، فالحرير يحرم لبسه ويحرم ايضا الجلوس عليه، هذا بالنسبه للرجال دون النساء. وعن ابي قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن لابي موسى قال سمعت عليا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وعن ابي قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن عاصم بن كليب قال سمعت ابا برده قال سمعت علي، مش هو عن ابن لابي موسى اللي هو ابو برده بقى في الروايه الثانيه عرفنا مين، ابو برده ده ابن ابي موسى الاشعري. فادي ميزه بقى تعدد الروايات، ان تبين لك المبهم في روايه تعينه في روايه اخرى. قال سمعت أبا بردة قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال نهى أو نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال قال علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه فأوما إلى الوسطى والتي تليها، هذه أو هذه. فهمت إزاي؟
ونقف على باب ما جاء في الانتعال والاستكثار من النعال غدا إن شاء الله. والنعل هو ما يلبس في القدم، والخاتم هو ما يلبس في الأصبع، والقلادة هي ما تلبس في الرقبة. مش كده برضو؟ كل حاجة ليها اسم كده في لغة العرب. العرب لغتهم جميلة وإلها ألفاظ كثيرة، وهي من أجمل اللغات، ليس تعصبا ولكن لأنها لغة القرآن ولغة أفصح الخلق وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي لغة أهل الجنة إن شاء الله. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم من رآه ولا يحسن العربية يكلمه بالعربية في المنام ويصحى فاهم الرؤية. من عجائب رؤى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو واحد فرنساوي ما يعرفش عربي شاف النبي برؤية، النبي كلمه بالعربي يصحى يحكي الرؤية فهمها. ليه؟ لأن الرؤية تعلق روحاني، والروح تدرك اللغات. فهمت بقى ازاي؟ فالعجيب كده، يعني احنا شفنا ناس اجانب ما يعرفوش عربي يحكي لك يقول لك انا شفت النبي وقال لي وقلت له. الله، قال لك ازاي؟ قال لي بالعربي بس انا فهمت. حاجه غريبه من اللطائف يعني. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا وينفعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر امورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا.